رضع ولد الولد من جدته هل يجوز لأخ الولد أن يتزوج من ابنة رضع ولد الولد من جدته؟ نعم. هل يجوز لأخ الولد أن يتزوج من ابنة عمته؟ اللي ما رضع ما عليه، اللي ما رضع من جدته ما عليه، تزوج من بنات عمه، من بنات من بنات خالته، أما اللي رضع هو اللي يتعلق به الحكم.